وحشتوني جدا جدا، وجي ميعاد كل شهر من فتح كرتوني شهر 12، وتعالوا نشوف مع بعض انا جبت ايه من العروض واخترت ايه، وهنعمل ريفيو سريع عن بعض المنتجات في الكتالوج. تمام، اول حاجة الشهر ده انا جبتها وكان عليها اوفر كويس جدا، هو الماسك الليلي ده، انا بعشقه يا جماعة بعشقه. ده انا جربته اول مره، كان كذا سنه قبل حتى ما ينزل مصر، كان ادهولنا مره في سفريه، فرائع ما بستناش عنه فعلا، ما بصدق ينزل. فدوت بستعمله ازاي؟ ده بستعمله مرتين في الاسبوع بعد كريم الليل بتاعي، يعني بحط كريم الليل عادي جدا وبعد كده بحط الماسك ده عليه. تمام، كنت عامله ريفيو منفصل عنه، بحط الماسك ده عليه وبسيبه وانام، بحطه زي الكريم، يعني مش طبقه بقى سميكه بيضه قوي، لا انت بتشربيه طبقه كده خفيفه يعني زي الكريم وبتسيبيه. اسمه ماسك ليلي، حلو جدا. بيعمل ايه؟ باختصار يعني بيعمل نضاره واشراقه مش طبيعيه في البشره. يعني انت لو انت في فتره معينه كنت مجهده او مضغوطه او بشرتك مرهقه، فانت لما بتستعملي الكريم ده وتستعمليه بالليل قبل ما تنامي وتقومي الصبح، بتلاقي الموضوع فارق جدا جدا جدا. هتلاقي حاجات مفروله كده على بشرتك، وهتغسلي البشره هتحسي بنضاره مش عاديه. فبجد من الحاجات الحلوه قوي الشهر ده، سعره بعد الخصم 154. تمام، ايه كمان برضو من الحاجات الجديدة الشهر ده وانا جبتها؟ جبت الباودر دي البرونزية، انا بحب البني عموما، درجات البني درجات البرونزي بحبها جدا جدا، فانا جبتها الشهر ده اهي. تمام، وخدت كمان معاها الفرشة هدية، دول خدت الباودر ومعاها الفرشة هدية، الاتنين مع بعض ب346 جنيه. تمام، اهو دي الباودر، جبت درجة الديب برونز دي اهي. تمام، وجبت كمان طبعا معاها الفرشة هدية، هوريكم الفرشة وهستعملها قدامكم دلوقتي. شوفوا الفرشة حلوة ازاي اهي، حلوة جدا. بتاخدي الفرشة مع الباودر هدية. تمام، بصي هي ممكن تعملي بيها بشرتك كلها زي تبقى زي تان كده، انا هستعملها اكتر على الخدود، يعني انا بحب البلاشر البرونزي جدا. يعني جميلة قوي، حلوة قوي. دي بالنسبة للبودر الجورداني الجديدة. تمام، جبت ايه كمان الشهر ده؟ الفرشة كمان حلوة قوي، فكرة انها بتتقفل وبتتفتح دي جميلة قوي. طبعا كان في قبل كده برضو نازل من اوريفلام حاجة زي كده، وعندي برضو فرشة زي كده، فرش اوريفلام جميلة وبتعيش جدا جدا، وليها طريقه عنايه يعني تنظيف معينه. انا عملت قبل كده ريفيو عن كل الفرش وهتلاقوه عندي على القناه، وطريقه تنظيف كل الفرش بتحافظي عليها ازاي. تمام، ايه كمان جبته الشهر ده برضو من الحاجات الحلوه جدا؟ جبت الماسكاره دي، دي للناس اللي هي شعرها خفيف، شعر حواجبها، او للناس اللي هي شعر حواجبها او رموشها خفيف، يعني اللي عايزه تعمل كثافه للرموش او للحواجب، فتستعمل الماسكاره دي، حلوه جدا. هي لونها بني، بصوا هنوريها لكم اهي، دي الفرشه بتاعتها. تمام، هي لونها بني، تقدري ان انت تسرحي بيها الحواجب او الرموش. تمام، بتطول الرموش وبتغذيها، فمن الحاجات الحلوة جدا اللي في ناس كتير قوي قوي، يعني كانت اوريفلام قبل كده عملت سيرم للرموش كان تحفة، بقاله فترة منزلش، فانا كنت فعلا مستنية حاجة زي كده. على الرغم ان يعني الحمد لله رموش كويسة، بس مهم جدا جدا ان انت تعتني، غير ان احنا دايما بنستعمل ماسكرا وكده، وبرضو اوريفلام الماسكرا بتاعتها فيها
فيها فيتامينز وحاجات مغذية. بس مهم جدا برضو ان انت زي ما بنعتني ببشرتنا نعتني بشعر الرموش او شعر الحواجب. فالمسكرة دي من الحاجات الحلوة جدا جدا اللي نازلة الشهر ده، وسعرها 77 جنيه. تمام. كمان من الحاجات الحلوة قوي برضو اللي نازلة الشهر ده وجبتها، الماسك الجديد ده ولسه هجربه بصراحة. ده اسمه الستيم ماسك، او اسمه البيور سكين فيس ماسك. ده ماسك الوجه الثنائي المفعول، في واحد اسمه ستيم اللي هو زي تسخين، والتاني كول او كولينج. بنحط او طبعا دكتور نيمي شرحته باستفاضة، قالت هنحط الاول خطوة دي حوالي نحطها على البشرة ونسيبها، بتعمل بس زي إذابة للدهون اللي في البشرة، هتذوب كل الدهون، بعد كده هنشف بشرتنا وهنستعمل الخطوة التانية اللي هي الكولينج، هنسيبها حوالي من 10 دقايق لربع ساعة وبعد كده بنشف. تمام. وهتلاقي برضو الخطوات اهي، يعني ممكن الخطوة مكتوبة برضو ورا، بصي اهي. بتحطي اول واحد الدافئ لمدة 2 دقايق. تمام. بعد كده من 2 دقايق اللي يترك 3 دقايق، هنحطه يعني من 2 لـ3، والتاني حوالي 10 دقايق. تمام. هنحطه الاول وهندلكه لمدة 2 دقايق، بعد كده هنسيبه 3 دقايق، بعد كده هنشطف ونحط الماسك رقم 2. خلاص. ده برضو من الحاجات اللي سعرها حلوة قوي يا بنات الشهر ده، 23 جنيه. فمن الحاجات الجميلة انا جبت منه كذا واحد. تمام. ايه كمان برضو اللي من الحاجات الحلوة الشهر ده اللي عليها عروض كويسة جدا؟ في حاجات كتير بصراحة، يعني انا ده اول اوردر ليا، لكن في حاجات انا لسه هجيبها في الاوردر التاني، زي مثلا التندر كير الشهر ده من الحاجات الحلوة قوي وعليه اوفر كويس جدا. تمام. كمان برضو مجموعة الاسنشال المفتحة للجسم، اللوشن والشاور كريم، من الحاجات الجديدة والحلوة قوي. ايه كمان الشهر ده جبته؟ في على فكرة حاجة انا هعمل لكم عنها ريفيو بقى، انا جبتها الشهر اللي فات، مجموعة اللي هي بتعالج الحبوب، مجموعة نوفيج لمعالجة الحبوب. المجموعة دي انا جربتها بقالي شهر عندي كده تقريبا. المجموعة دي يا بنات اكتر 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 من رائعة، وهعمل لكم ريفيو عنها، حقيقي مجموعة ساحرة. يعني انا كان عندي كام حباية كده، لما استعملتها قد ايه بتعالج الحبوب وبتضيعها في وقت مفيش، يعني مجموعة فعلا هشرح لكم بالتفصيل ان شاء الله في ريفيو الوحدة. تمام. لاني كنت وعدتكم ان انا هعمل عنها ريفيو. تمام. جبت برضو من المجموعة دي الشهر اللي فات، جبت كريم العين الشهر ده اللي بلحقه بجيبه بصراحة منها. الشهر ده جبت كريم الدي كريم، كريم النهار. المجموعة دي حلوة قوي، بتعمل ايه؟ بتشد البشرة، بتعالج اثار البقع، اثار الحبوب، البقع السمرة عموما. تمام. كمان بتعالج الخطوط الرفيعة والتجاعيد، بترطب البشرة وبتديها اشراقة ولون موحد. فانا جبت اللي بلحقه بجيبه منها بصراحة، جبت كريم النهار في الاوردر ده، وجبت كريم العين في الاوردر اللي فات. كريم النهار انا جايباه ب 184 جنيه بعد الخصم. تمام. المجموعة دي طبعا الأستاذة سماح اتكلمت عنها بحب جدا، ان هي عملت معاها فرق واضح وعجبتها جدا، فان شاء الله برضو هجربها وهقول له. تمام. سعرها 184 جنيه. من الحاجات الحلوة قوي برضو يا بنات اللي جبتها الشهر ده، الاوبتيمال ده حلو قوي، انا استعملته قبل كده. ده سكراب حبيبات ناعمة جدا، بتحطيها على البشرة وبتفركي في حركات دائرية لمدة تفركي مثلا لمدة 5 دقايق او 10 دقايق، بعد كده بتشطفي. حلو جدا جدا، استعملته كتير بصراحة، رائع يعني. وسعره الشهر ده 77 جنيه. كمان من الحاجات اللي جبتها الشهر ده السكراب ده، ما بستغناش عنه، جبته كنت حاجزاه قبل كده في الاوردر اللي فات وجبته، وبرضه نزل تاني جبته. السكراب ده رائع 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 يا بنات، للناس اللي هي عايزه دايما جسمها يبقى ناعم، عايزه دايما تفتح جسمها، فظيع. ده عباره عن هو ميلك اند هاني، لبن وعسل، حبيبات كده، اسمه ماسك حبيبات السكر، عامل زي حبيبات السكر كده، حبيبات خشنه شويه،
بتعملي بيها سكراب على جسمك. تمام، بعد ما تعملي سكراب مثلا الشعر ده، لو انت عايزه تفتحي عندك اللوشن التفتيح من اسينشال، وعندك برضو الشاور كريم من اسينشال، بتستعملي ده وبعد كده بعديه مجموعه التفتيح لو انت عايزه تفتحي. تمام، بس ده من الحاجات اللي بتشيل الاسمرار جدا، بتنعم جدا، بتفتح جدا، بتحسي بنعومه، لان هو ملك لبن وعسل، فبتحسي بنعومه فظيعه بعد الاستعمال. سعره الشهر ده 127 جنيه، من الحاجات الحلوه قوي. تمام، كمان يا بنات الشهر ده جبت الباودر دي، حلوه قوي، دي بودره تلك. تمام، بريحه الورد، سعرها الشهر ده 54 جنيه، ليها استعمالات كتير جدا جدا، يعني بتدي ريحه حلوه قوي للجسم، يعني بعد الشهر تحطيها بتدي ريحه منعشه جدا، بتفتح كمان مكان ما بتحطيها، بتدي زي ما قلت ريحتها تحفه، وبتقعد وقت طويل جدا جدا، فمن الحاجات الحلوه، وبتقعد عندك كتير قوي قوي، ممكن تدخليها في استعمالات كتير تانية، فمن الحاجات الجميله جدا الشهر ده. ايه كمان يا بنات الشهر ده، برضو جبت الجل المعقم ده، ده نازل جديد الشهر ده اهو اهو. طبعا اي حاجه فيها تعقيم يعني احنا بنجيبها دلوقتي. ده نازل الشهر ده ب 42 جنيه، بيزيد ده بخلاصه جوز الهند، يعني ريحته حلوه جدا، ريحته جميله جدا جدا يا بنات، وسعره حلو قوي الشهر ده. ايه كمان الشهر ده جبت رولات بقى كذا واحده، رولات الشهر ده سعرها ب 50 جنيه او 49 جنيه و 75 قرش اعتقد بعد الخصم، جبت كذا واحده رولات، طبعا من الحاجات اللي ما فيش غنى عنها صيف او شتاء، فجبت الثلاثه دول، سعرها الشهر ده تحفه. تمام، كمان جبت برضو الزيت السيرم الإيلي والليلي، ده بيعمل على إعادة بناء الشعراية أثناء فترة النوم، بيعيد بناء الشعراية من تاني، بيجدد الشعر، بيعمل على إصلاح الشعر، هوريه لكم أهو لسه فاتحاه، هو ده السيرم الليلي ده، حلو جدا جدا يا بنات. تمام، معمول بزيت الكاميليا، بيساعد على تقوية وترطيب وإصلاح مظهر الشعر، كمان بيدي شعر ناعم عند الاستيقاظ، فمن الحاجات الحلوة قوي اللي انا جربته مرة قبل كده وحبيت ان انا استعمله تاني، من الحاجات الحلوة جدا بنحطه قبل ما ننام. ده سعره الشهر ده 196 جنيه. تمام، برضو من الحاجات الحلوة الشهر ده جبت الماسكين دول بتاع بيوري سكين، اللي هو بالفحم والماسك اللي هو بيور سكين التاني، البيور سكين الازرق ده اهو، الازرق دوت ده بيعالج الحبوب، يعني لو انت عندك حبوب ومضايقاكي بتحطيه على البشره وبتسيبيه حوالي ربع ساعه بينشف، بعد كده هتحسي بحرقان السنه كده، عشان طبعا هو بيموت الحبوب، بعد كده هتشطفي هتحسي ان الحبوب بتموت خالص، فده من الحاجات الحلوه جدا بتعالج الحبوب والبثور السوداء. تمام، برضو ماسك الفحم ده حلو جدا، بينقي البشرة، بيشيل كل الشوائب الموجودة في البشرة، بيدي مظهر البشرة، بيدي شكل مريح جدا جدا للبشرة، يعني انت ده بتحطيه ده بيتشال مع يعني مرة واحدة كده، بتسيبيه حوالي تلت ساعة بينشف، بتيجي تشيليه بتلاقي يا بنات جوه، بصي كده هتلاقي حاجات غريبه جدا، هتلاقي بثور كده بيضه طالعه صغننه، هتلاقي شايل شوائب من البشره فظيع، انا بعتبره عامل زي المصفى كده بجد، بيصفي كل حاجه مش يعني مش حلوه في البشره، وبيخليها نقيه جدا جدا. تمام، ايه تاني من او سعرهم بعد الخصم سواء ده او ده 67 جنيه. خلاص، كمان برضو يا بنات من الحاجات الحلوة قوي الشهر ده جبت طبعا التنت ده، من الحاجات الجميلة اللي دايما بجيبه اول ما بيجي اهو، سعره الشهر ده 54 جنيه، ده بنستعمله للكروج، يعني اللبس بنحطه هنا على الشفايف، الاول بيبقى لونه، وانا برضو عاملة ريفيو عنه في القناة عندي، لونه الاول شفاف، بعد كده بيقلب للون بينك او وردي،
تقيل كده، بيبقى بيبان ناتشرال جدا وطبيعي وجميل قوي، وبيقعد كتير يعني. بتستعمليه على الشفايف او على الخدود، فده من الحاجات الحلوة قوي يا بنات. سعره الشهر ده 54 جنيه. تمام. كمان يا بنات الشهر ده برضو من الحاجات الجميلة، جبت اللي هو الفيمينيل لاسول، اللي هو اللي هو مهدئ للمنطقة الحساسة. ده حلو جدا، ده طبعا بيدي ريحة حلوة، بيعقم المنطقة، فده من الحاجات الجميلة. والسعر الشهر ده 103 اعتقد، 104 بعد القسم، فمن الحاجات الجميلة قوي الشهر ده. ايه كمان يا بنات جبته الشهر ده؟ برضو جبت الشامبو ده، انا بحب اول المجموعة دي، هير اكس، اللي هي بتعيد اصلاح الشعر التالف. الشامبو ده سعره 96 جنيه، جبته الشهر ده. كمان يا بنات جبت برضو عندنا الماسكارات دي، ما تتفوتش يعني، ما تتفوتش بجد. الواحدة سعرها 57 جنيه، سعرها رهيب يعني. كمان يا بنات اقلام الكحلي دي جبارة، وسعرها الشهر ده 49 جنيه وحاجة، او 50 جنيه، 50 جنيه بعد الخصم. انا جبت الاسود منها، بيطلب مني الاسود والازرق اهم. تمام، هوريكم الدرجات بتاعتهم برضو. بصوا الازرق بيبقى عامل ازاي، ده درجة الازرق. تمام، وهوريكم درجة الاسود. الاسود بتاعه بيبقى اسود فحمي كده فظيع، حلو قوي. الكحل ده اصلا طري كده وجميل جدا 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 يعني، بنستعمله ككحل، كايلاينر، كشادو، كل حاجه يعني. تمام. كمان يا بنات جبت المانيكيرات دي، عليهم اوفر طبعا، ان لما بتاخدي ده بيبقى سعره بعد الخصم حوالي 107، بتاخدي عليه الجل المثبت ده هديه. تمام، هوريهم لكم في الكتالوج. كمان المانيكير درجاته نازله، الواناته حلوه وكتير اهو، الوان اللي قبل ده على طول درجاته حلوه وكتير. وبتاخدي معاه الجل، الطبقه العلويه اللي هو الجل الاظافر اللي اهو، بتختاري الدرجه اللي انت عايزاها من هنا، وبتاخدي معاها الجل ده، طبقه حمايه المانيكير يعني، بيخليه يقعد معاكي وقت اطول وبيحافظ عليه وعلى لونه. تمام، الاثنين بيبقوا ب 107 كده اعتقد يعني. ده كل الاوردر بتاعي، وخدت طبعا الهدايا بتاعتي، خدت على ال 200 نقطه البوسس الحريمي ب 129 جنيه، وخدت الرجالي فور فري خالص على ال 205، على خدت دي على ال 150 نقطه اقصد ب 129 جنيه، وخدت دي على ال 200 نقطه فور فري. وان شاء الله ناويه اكمل 250 بس في النص الثاني، عشان في حاجه عايزه، المحفظه عجباني جدا، فاللي في النص الاولاني معايا موجوده معايا، عايزه بقى اللي هي في النص التاني. تمام، ده كده كان الريفيو النهارده عن المشترياتي او فتح كرتوني شهر 12. ميرسي جدا ليكم، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو في عندكم اي استفسار انا في انتظاركم. يلا باي.